سريعا نبتدي خالص. بالحمام الكداب ونشوف مقاديره سريعا قبل ما نبتدي شغل. احنا عندنا النار اهي سخنه، ممكن تمام. تبتدي تنزلي بالزيت اللي انت عايزاه. واهو الزيت اهو، ونبتدي ناخد المقادير بتاعتنا. مقاديرنا في الحمام الكداب عباره عن وراك دجاج مخليه، زيت، رز، كبده فراخ، وملح وفلفل وتوابل. دي البهارات اللي انتوا بتحبوها. طبعا هي قالت ممكن تختلف الحشوه، بدل ما الحشوه بتختلف تبقى بسله وجزر. بسله وجزر فريك، ممكن اللي حابب يحشي رز ولحمه مفرومه. تمام. انا بس حابه بس ازود سمنه زودي او زبده. زبده يا دوبك ندبل البصله كده. طيب الحمام الكداب برضو عشان نبقى عارفين، هو فراخ، هو وراك دجاج. والوراك ليه؟ عشان الوراك بتدي فيها جزء فيه دسم مش زي الصدور. تمام. وفي نفس الوقت انت عاملاها سهله على فكره، سهله في الحشو. الصدر في ناس بتحشيه بس بيبقى صعب شويه، بس هو في الورك بيبقى ماسك نفسه وبيبقى طعمه احسن. انت عاملاه بطريقه هنوريها دلوقتي للمشاهدين، انك مش خاليه الورك خالص. هو أيوة. طبعا انا بس عشان طبعا هنمسكه ساعه ما نيجي نمسكه عشان تحشيه. انا طبعا يعني لو اي ست بيت مش عارفه تخليه ممكن تقول للفرارجي. على فكره دلوقتي بقى معروف جدا، يعني عايزه تحشي الاوراك هو بيبقى عارف. بتقول له يعني شيل العظمه بس، وحاول ايه يبقى مفتوح بحيث ان تقدر تحط جواه الرز. تمام تمام. انا كده بس حطيت البصله، وبحب انا مع البصله احط الملح والفلفل من البدايه. من البدايه. وبعدين كبد بس. كبد فراخ. هنا الكبد. اللي عايز بقى يحط لحمه مفرومه، اللي عايز يحط بسله وجزر، اللي عايز يحط فريك، طبعا دي حسب ذوق الرغبه يعني. طيب طبعا كبد الفراخ مش هتاخد وقت. انا عايزه اقول بس ان الحشوه ما بتاخدش رز كتير، يعني حتى لو حشوي لو هحشي دلوقتي مثلا 10 اوراق ممكن نص فنجان رز. لان طبعا الرز بينفش لما بينزل الماء او بيكبر، يعني حجمه بيتزايد. ممكن برضو كده انزل بالرز لان الكبده ما بتاخدش حاجه. عندنا جات لنا اس ام اس من حسام بيقول لك منوره. ربنا يخليك يا حسام، ميرسي. تمام. مرحب بيك يا حسام. حاجة جميلة جدا ان انتوا تعملوا. بصوا خدوا بالكم الرز ليه بيتحط. ممكن عندك المية السخنة في الكتل. انا بقى عايزين نحط بس ربع مية. ربع كوباية مية كده. الرز هنا مش بيستوي سوا كامل يا جماعة، ده مجرد بس يعني ها تشويحة. تمام. زي فكرة حشو الحمام برضو، يعني مش كده بس. كده كده انت هتدخليه في السليق. الحشوة دي على فكرة تنفع للبط، للفراخ بقى لو حاجة كاملة، يعني بطة، فراخ، حمام، حمام العادي برضو بتاعنا. تمام كده. طبعا انا كنت ناقع الرز فمش مش هياخد وقت كتير. تمام. البصل بيتحط عليه زيت طبعا، وحته زبده، ملح وفلفل وشويه توابل، والكبد الفراخ متقطعه صغير، رز منقوع شويه، يتحطوا مع بعض ويتشوحوا ويتشيط ميه صغيرين، مش يستوي، مش مطلوب انهم يستوي. يا دوبك هي تشويحه او الرز يعني يكون ايه ربع سوا كده تقريبا. تمام كده كويس للحشو. اللي حابب يحط قرفه، طبعا انا من مدمني القرفه، بس طبعا مش هحط. اللي حابب القرفه او اي نوع بهارات يحطها. انا بحب القرفه مع خصوصا مع الفراخ والرز. بتبقى حلوه قوي. بيبقى هي طبعا القرفه جميله. طيب كده كفايه. كده كفايه. نسيبه يستهدى ونمسك الفراخ بقى نشوفها. تمام. هنيجي يعني بقى نسيبه كده يتهوى شويه. نرفع عندك، نخليه قدامك حتى عشان يبقى على الديسك. اوكي تمام. عشان بس ياخد يبعد على النار. ايوه. ويبتدي ياخد نفسه يعني. طبعا كده جهزت الحشوه. تمام. هنيجي بقى نشوف. نرفع الطبق ده وناخد طبق الفراخ قدامك احسن. أوكي. تمام. ايوه. نخلي ده ماشي ماشي. ده خلي لي السمبوسك ده. اوكي. لا انا عايزك بقى تمسكي الورك. مظبوط. وتمسكيه كويس وتورينا الحته اللي اتخلى منها وفضل ايه من الورك عشان نبقى الناس فاهمه. طبعا انا على فكره بحب اخليه، يعني احنا ممكن نجيب الورك كامل، وطبعا هنمشي هنجيب السكينه ونمشي، يعني نحاول نمشي مع العظمه. هو في طبعا عظمه صغننه هنا. أيوة. وعظمه طويله. أيوة. انا بحاول ممكن اسيب العظمه الاخيره دي بس اخرها كده. أيوة. عادي مفيش مشكله. بمشي مع السكينه كده، بحاول اشفيها كده. تمام. بكازلك صغير او بسكينه رفيعه. مظبوط. سكينه صغننه كده، وبعدين بحاول يعني اشيل اللحم كده بالراحه، وبشيلها بقص العظمه الصغننه بحيث اعمل جيب. جيب او جراب. ايوه جيب. صح كده؟ جيب كده. تمام. امسكي بايدك كده وسيبي الجيب مفتوح. افتحي الجيب كده والكاميرا معاكي اهي. جايبه الجيب من جوه. ادي الجيب. عارفين يا جماعه الكاليماري
فكره حشو الكاليماري نفس الفكره، هي فكره انك بتعمل تجويف جوه زي ما عملنا قبل كده لو تفتكروا الفراخ المحشيه، بنعمل تجويف جوه الحشو بحيث ان يبقى سهل انك يتحشي ويبقى عامل زي القمعه. انا بحاول كده ايه، انا بحب استخدم ايدي على براحتك بس خلي بالك عشان ممكن يكون الرز لسه سخن. لا تمام، انا كده خلاص بحشيه، وبنراعي برضو ان احنا ما نزودش الرز كتير لان الرز بينفش ويزيد طبعا، وبرضو انا مش عايزه الورك بتاعي او الحمامه دي طبعا ان هي تنفجر. تمام كده خلاص حطيت تقريبا معلقه او معلقه ونص رز. تمام الخطوه دي بقى مهمه جدا ان انا اقفل الحمامه عشان الكاميرا جايباكي بالتفصيل. أوكي. الحته دي من اهم الحاجات اللي بتتعمل في الحمام الكذاب دي عشان بقى يعني خطوه الحشو دي سهله اكيد كلنا بنعرف نعمل. بعد كده بقى التقفيل ده مهم جدا عشان الحمامه بتاعتي ما اضيعش بقى المجهود بتاعي، الحمامه بتاعتي تتفك جوه الشوربه او الميه اللي احطها فيها. فبحاول بس ايه يعني اضمها كده واقفل. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وتتدكك بخله الخله الصغيره دي العاديه اللي ما عندوش او ما يعرفش يخيطها اللي ما يعني انا بحاول اسهل الدنيا على الناس. ايوه ممكن يخيطها عادي بخيطه زي اللي بيشتغل على الحمام. هي بس ايه يعني محتاجه بس مال طويل شويه كده، واحده واحده ولا يهمك خالص، احنا بنوري الناس بس الفكره والطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين الفكره في الحشو سهل جدا، انتوا تعملوا الحشو على النار ما خدتش وقت دقيقتين. وبعد كده فكرة الخلي لو مش هتعرفوا تخلوا خلوا الفراخ جه يخليها لكم. تمام ايوه. التدكيكه دي يا جماعه بتقفل ان الرز ما يخرجش ما يطلعش بره لما يتسلق، طبعا هي هتقفله كمان بفويل. تمام عشان تضمن برضو في ورق برضو اللي هو بتاع السيليكون اللي هو الورق اللي بيبقى ورق حراري زي ورق الزبده. زي ورق الزبده كده مظبوط، ممكن نلفه بيه عادي، وممكن يتحط في ورق السيليكون برضو ويتلف يعني لو حابين. بس هو طبعا الحاجه اللي موجوده عندكم في المطبخ هتسهل لكم المهمه اللي متاحه عندي بقى بعمل بيه مفيش مشكله. محدش يغامر يا جماعه وينزله كده زي ما هو بحجمه كده ينزل في الميه لان برضو مش هيبقى لطيف. لا على مهلك كده خلاص. تمام هو هتحتاج من 3 4 خلات كده نقفل بحيث يتقفل تماما ما يبقاش في منفس للرز يخرج يعني. هو كده خلاص تقريبا تمام. تمام وبرده زي ما قلنا ان احنا ما نكترش. شايفين شكله بقى عامل زي الحمامه ازاي؟ حمامه خلاص تحول الى من ورك فرخه الى حمامه، حتى الرجل بتاع او الرجل بتاعت الفرخه تحولت الى راس اللي هي الرقبه يعني. تمام تمام. هجيب بقى الورق الفويل بتاعي، اي قطعه ورق فويل نفس المقاس. ايوه هتتلف وتنزل في ميه سخنه. المرقه مش لازم تتحط في الميه مرقه، مش كده؟ مش لازم يتحط لها بيون يعني، مش لازم يتحط لها جزر. لا انا بحط اللي هو الجرنيه بتاع العادي بس. طبعا هو بصل اهم حاجه وورق لورا وملح وفلفل. تاني بعمل بسلق يعني لحمه فراخ. هو التوابل اوريدي يعني هي التوابل مجرد مش هتدي لها طعم كتير لانها جوه الفويل كمان. وعلى فكره بس عايزه اقول حاجه، طبعا انا بعد ما بخلي الفرخه مثلا او بخلي الفرخه بتاعتي بيبقى فيه عظم. تمام او بيبقى فيه يعني حاجات كده ممكن احطها مع الشوربه مفيش مشكله او الميه بتدي طعم. لو عندنا برده مرقه يعني انا لو سلقه لحمه او سلقه فراخ مثلا وعندي مرقه جاهزه ممكن عادي اسلقه فيها. تمام تمام كده كده ايه ميه سخنه. انا بس ايه نحط شويه ملح ممكن شويه فلفل لما زلون بقى هنا تشوف كده الدنيا بس كده نحط بس ورق لورا حبهان لو في ولا ممكن البصله طبعا بصله وممكن عادي بس بس كده كده اهو يعني احنا بنسيبها بقى خالص. تمام ننزلها كده ايوه بس ونسيبها تعيش حياتها. ممكن نحشي واحده كمان يا ريت نحشي الثانيه وبرده نركز يا جماعه الكاميرا تبقى معانا وشايفه من جوه. هو جوه في جيب لف الحمام لف الحمام لف الورك ايوه كده بالظبط عشان الكاميرا تبقى شايفه اهو كده عامل جيب زي ما انتم شايفين ما خدتش معلقتين يعني بس بالظبط تمام كفايه كده عشان هو الرز يتمدد جوه كده بينفذ زي الممبار. طبعا الحشو زي ما انت قلتي ممكن حشو فريك ممكن رز ومكسرات ممكن رز ولحمه مفرومه اي حشوه يعني من الحاجات اللي ممكن تبقى حلوه قوي في العزايم ممكن طبعاً. تبقى في المناسبات طبعا هو كمان احلى من الحمام بتاعنا العادي يعني لان في لحم في ورك الفرخه لا وبعدين يعني بقى مش محتاجين بقى نقعد نشيل العظم يعني هي العظمه اللي فوق بس. على فكره انا عايز برضه اقول حاجه، احنا الحمام مش الكذاب مش شرط انه يكون بيتعمل بالطريقه دي، هو الفكره كلها انه يفضل بالجلد بتاعه. تمام في طريقه ثانيه برضو انه ممكن يبقى مفتوح خالص من غير ويتعمل رول ويتعمل رول
بس انا بصراحه بحب الطريقه دي. يعني بص هي الطريقه دي بتبقى اسهل وتقفيله بيبقى بيديله ضمان وسلامه ان هو يفضل متماسك. بس احنا نحاول بس نمسكه بالخل على قد ما بنقدر. فخلاص كده هو الشكل ده هو اكثر شكل. يا ريت الكاميرا شايفينه. اكتر شكل جايب على شكل الحمامه بجد، يعني اللي هو فعلا ما هو حمامه بس حمامه كدابه، يعني الحمامه دي مش حمامه، ده ورك فرخ. طيب احنا هنلفه وننزله هنا في الحله يستوي مع اخوه. عايزين نروح عملت لنا حمام الكذاب، والحمام الكذاب دلوقتي على النار بيتسلق، بس احنا عايزين اوريكم شكل الحمام بعد ما بيتسلق ويخرج من الفويل ويتهوى شويه. مهم جدا عشان المايه اللي فيه تبقى تخرج ويتهوى ونقدر ان هو يتحط في الطاسه يتقلي. حد عنده شكل ده حمام؟ لا ده حمام. يعني بصوا يا جماعه بصوا، يعني شوفوا شكل راس الحمامه، يعني ده الرقبه مش راس الحمامه. انا اتخيلها يعني هي حمام. احنا لو اي حد دخل علينا دلوقتي وهيقول لنا ايه ده انتوا عاملين حمام؟ عاملين حمام. ماشي ماشي. انا عايزه بس اقول معلومه صغيره. اتفضل. اللي حابب يتبل طبعا الفراخ، اللي حابب يتبل اللي هو الورك قبل ما نحشيه ملح وبهارات فراخ خفيفه، لو اتحط بتتبيلته هتلاقي برضه هيقع في الميه. هو طبعا انا متبله الميه كويس جدا، والرز بتاع هو الرز هيشرب من اللحم من جوه. بس اللي حابب بقى يعني تبقى الحاجه سبايسي او متبله حلو يعني. طيب. تمام. احنا في طبعا هنا زي ما انتم شايفين احنا سايبينه يتسلق لانه هياخد له مثلا بتاع نص ساعه سليق، نص ساعه او تلت ساعه بس. طبعا. الورق الحراري بيسويه بسرعه على فكره. تمام. هنبتدي نعمل السمبوسك، وبس انا قبلها اخد بس كده اوريكم احنا هنبتدي نحمر نقلي او نحمر الحمام الكذاب اهو. وطبعا انا رايي ما تشيلوش الخله خالص غير ساعه الاكل، دي معلومه يعني. واللي حابب ياكلها ياكلها بالخله. عايز يلا على البركه معايا. بس هي مش زي العظم يعني. لا او ممكن فعلا ممكن. انا باكل عظم الحمام والله. لو حمام حلو باكل عظمه. جميل. بس مش هاكل الخله يعني. لا مش هناكل خله، بس في ناس بتحب الخله. طيب مستمرين مع شيف اثار اللي منورانا النهارده اهي، وعامله لنا الحمام. احنا دلوقتي قدمنا الحمام الكذاب اهو.